أرحب بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، ينضم معنا من النمسا. أستاذ زياد مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. أستاذ زياد، بالتأكيد يعني شاهدت واطلعت على ما يجري في العراق، وهو من يعني لبة وظيفتكم كإعلاميين. ما يجري في العراق هو قمع لحرية التعبير، ما يجري في العراق هو إطلاق سراح حيتان الفساد، ما يجري في العراق هو حرب ضد الكلمة. يعني حتى شهود عيان وحتى ناشطون مدنيون يتحدثون عن أن هذا الأمر ليس بالجديد. ما توصيفك لحالة قمع الرأي في العراق أستاذ زياد؟ الحقيقة حالة القمع متجذرة بالعراق منذ أبان الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، حيث كان العمل الصحفي والإعلامي والحقوقي عمل صعب وخطر جدا. فاستشهد الكثير من زملاء الصحافة والإعلام وزملاء الحقيقة في مدينة الموصل أثناء عملنا الصحفي، منهم من قتل معي شخصيا أنا أثناء عملي الصحفي، وهناك من قتل في بغداد مثل الشهيد نمير، وهناك آخرين كثر. وكذلك الأمر ينطبق في شمال العراق وفي العاصمة بغداد وفي جنوب العراق. فكل من يدلو بدلوه بخصوص الفساد وبخصوص الانتهاكات يعتبر هدف سهل للميليشيات التي تسيطر على المشهد العراقي في العراق. والعملية متجددة، بالأمس أفراح شوقي، الآن باسم خزع الخشان. من المفارقات بأن باسم خزع الخشان الذي اتهم مجلس محافظة المثنى في مدينة السماوة بالفساد، هو تناول موضوع ربما العالم كله يدركه بأن العراق من الدول الفاسدة، من أكثر الدول فسادا في العالم، وهذا حسب المنظمات الشفافية التي لديها معايير معينة ومقاييس تقيس فيه الفساد. رغم هذه المنظمات أستاذ زياد، فقط أضيف شيئا، يعني رئيس الولايات المتحدة التي احتلت العراق عام 2003 بدعوى جلب الديمقراطية وبناء العراق ونهضة العراق وما إلى ذلك، دونالد ترامب يتحدث ويقول السياسيون في العراق هم مجموعة لصوص، هذا بالإضافة إلى ما تفضلت به من تقارير المنظمات الدولية. نعم، هم بالفعل مجموعة لصوص. الرجل لم يأتي بشيء جديد، العالم كله يدرك أن الميزانيات العراق الانفجارية 1000 مليار، والآن يستجدون في مؤتمر الكويت مبالغ لكي يقوموا بأربع مشاريع فقط لمدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والتي يعادل سكانها سكان دول خليجية بأكملها. إذا نتحدث عن مؤسسات فاسدة بكل معنى الكلمة. فمن المفارقات، ولم أكمل جوابي، بأن باسم خزع الخشان الذي اتهم مجلس محافظة المثنى في مدينة السماوة بأنه مجلس فاسد، نفسه القضاء الذي حكم عليه ب6 سنوات مقابل دعوتين فقط من أصل 8 دعاوي مقامة ضده، نفسه أمر ببراءة فلاح السوداني الوزير السابق الذي سرق مليارات الدولارات. إذا نتحدث عن ازدواجية في التعامل، الناشط الحقوقي يودان واللص والسارق من الوزراء وأعضاء الأحزاب المتنفذة يفرج عنهم وهم هذا الأمر أستاذ زياد، هذا الأمر يعني من الطبيعي أنه لا يخفى على وسائل الإعلام الغربية والأوروبية، وأنتم يعني تتنقلون في بلاد أوروبا، يعني بالأكيد لديكم اطلاع كيف تتعاطى وسائل الإعلام مع ما يجري في العراق. يعني إما حيتان فساد يحكم عليهم أو بالبراءة، ومن ثم يلقى القبض عليهم عن طريق الانتربول وما إلى ذلك. قضية قمع حرية التعبير في العراق والزج بها في غياهب السجون، كيف تتعاطى معها وسائل الإعلام هناك؟ هناك فرق ما بين المؤسسات الإعلامية المستقلة وما بين وسائل الإعلام
التي تتبع بشكل أو بآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأنظمة الغربية. غالبا ما تجمل للأنظمة الغربية العمليات في العراق كأنها تحرير ضد مجموعة معينة بحد ذاتها مسلحة، ولا تذكر جرائم الميليشيات التي تذكرها المنظمات المستقلة مثل منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش، مثل منظمات كثيرة تذكر ما تقوم به الميليشيات من أعمال قتل وسلب واعتقال وتنكيل. في هذا الخصوص تحديدا قبل فترة قصيرة تمت محاولة اغتيال أحد الناشطين باسل الكاظمي، وهو من اثنين من مكون غير مكون الذي يمكن أن تتهمه بالإرهاب. ومحاولة الاغتيال جرت في العاصمة بغداد وطالبوه بعدم الظهور على القنوات الفضائية. رضوان الشعار هو زميلي وصديقي في مدينة الموصل وطالب معي كان في أثناء الدراسة، تم اعتقاله والآن في السجن. السبب هو منشورات أدلى بها في صفحته الشخصية عبر فيها عن آرائه، بغض النظر إن نتفق مع تلك الأفكار أو لا نتفق، ولكن هناك عدم وجود حرية تعبير. محافظ نينوى الحالي نوفل عاقوب اعتقل أحد الزملاء الصحفيين وأخبرني شقيقه، وهو صحفي أيضا، بأنه شقيقه تم اعتقاله وتعذيبه داخل مجلس محافظة نينوى، وتم الاعتداء عليه، والسبب بعض الكتابات والتي لم يتهجم بها المحافظ وإنما رأي مخالف للمحافظ في مجال معين بدون تهجم. إذا نحن نتحدث عن سيادة دولة الغاب، دولة الغاب من يحكم الآن في العراق. الآن الظهور في قناتكم في قناة الرافدين هاي بحد ذاتها تهمة، أنت داعش في تكفير إرهابي، التهم جاهزة، 1-4 إرهاب جاهز، هذه للسنة. أما البقية الآراء الأخرى من المكونات الأخرى، ومنهم من المندس ومنهم من هو، فبالتالي كلها أستاذ زياد يعني كلها يعني مندرجة في إطار محاولات تكميم الأفواه ومحاولات كل من يعترض طريق معين أو طريق السياسيين فهو إرهابي أو ما إلى ذلك من أوصاف، حتى وإن كان من الحاضنة الجنوبية داخل العراق. أستاذ زياد، هل هناك يعني ربما خطوات إجراءات كإعلاميين أنتم ستتخذونها مستقبلا الآن فيما يخص هذا الموضوع، موضوع اغتيال الكلمة، تكميم الأفواه، وخصوصا أن ما يجري الآن هو يعني حكم على هؤلاء المواطنين العراقيين بالسجن؟ لدينا الكثير من المشاركات في الفعاليات التي تخص حقوق الإنسان، التي تخص إيقاف القصف في مدينة الموصل، حيث قمت مع مجموعة من الشباب العراقيين من كل المحافظات العراقية بتنظيم أكبر تظاهرة نصرة لمدينة الموصل في مدينة فيينا. حضرت مؤتمرات في إسبانيا وغيرها. في الحقيقة الآن أعمل على مشروع كبير جدا منذ أشهر في داخل أوروبا لإصدار موافقات رسمية بإنشاء مشروع ضخم يخص حقوق الصحفيين والإعلاميين ويخص النخب المثقفة، وذلك بالاتفاق مع أساتذة متخصصين في شتى المجالات العلمية من ضمنها الصحافة والإعلام، ومن ضمنها العلوم السياسية وغيرها من العلوم الأخرى، مع شخصيات مستقلة وشخصيات وطنية تعمل لأجل العراق، تعمل لأجل الأمة العربية بصورة عامة. وسأطلق عليه اسم المركز الثقافي العربي الأوروبي، والذي سيكون له فروع عدة في أوروبا بصورة عامة، وسيكون مقره العام في مدينة فيينا، وسنخصص حقوقيين متخصصين بإقامة الدعاوي على كل من يقوم بانتهاك حقوق الصحفيين والإعلاميين في العراق أو في بقية الدول الأخرى.